الاسم الكامل أيتان أصلي إنفار، ولدت في 10 مايو 1984 في لندن بإنجلترا، وهي ممثلة تركية ذات أصل قبرصي. لديها شقيقان هم أكين وأنيل، هي أوسطهما، وعاشت في إنجلترا حتى سن 12 عام 96، حيث انتقلت مع عائلتها إلى اسطنبول ودرست هناك في مدرسة بيرا الثانوية للفنون الجميلة، ثم التحقت بجامعة أليش قسم المسرح، ولتتدرب في نفس الوقت في مركز موجداد جيزين وتنقل آدائها لأول عمل فني شاركت فيه سنة 2003 في مسلسل معرفة الحياة. طولها 1.68 متر ولديها عسر قراءة، لكن مع ذلك يمكنها التحدث بلغتين الإنجليزية والتركية، ورغم صعوبة قراءتها للنصوص إلا أنها سريعة الحفظ. أبرز هواياتها الغناء والكتابة، حيث فازت سابقا بمسابقة للغناء في لندن. تزوجت أصلي سنة 2012 من الممثل بيركان سوكولو، وتطلقا سنة 2015، وهي الآن على علاقة مع مغني البوب مراد بوز منذ 2016. وشاركت أصلي إلى الآن في إجمالي 11 عملا فنيا، وهي دور مينا في مسلسل سنوات الصفصاف من 2007 إلى 11، دور آهو في مسلسل لعبة الصمت 2012، دور بيستا في فيلم حسنا هل نحن بخير 2013، دور أزلام في مسلسل المفقود 2013، دور هجران في مسلسل سميني هجران 2014، دور زينب في مسلسل يكفي أن تكون سعيدا 2015، دور زينب في فيلم أخي أنا 2016، دور نيسان في مسلسل شمس الشتاء 2016، دور إيجي في فيلم الطرف الآخر 2017، وآخر دور أدته إلى الآن كان دور سوريا في مسلسل عروس إسطنبول من 2017 إلى 19. فازت عن أدوارها بعدة جوائز نذكر لكم أبرزها: جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة 2017، جائزة المظلة الذهبية كأفضل ممثلة 2018، جائزة أفضل ممثلة من جوائز جامعة أليش 2016. الاسم الكامل مريم سارة أوزورلي، ولدت في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل بألمانيا لأب تركي اسمه حسين وأم ألمانية تدعى أرسولا، ولديها أخوين غير شقيقين من والدتها يحملان الجنسية الأمريكية ويكبرانها بعدة سنوات هما داني وكريستوفر، كما لديها أخت شقيقة تكبرها أيضا تدعى جنان أوزورلي. بدأت مريم عشق التمثيل منذ كان عمرها 6 سنوات، حيث أسند إليها دور صغير في إحدى المسارح التي كان يعمل بها والد صديقتها. ثم عام 2000 عندما كان عمرها 17 سنة التحقت باختبارات الالتحاق باستوديو هامبورغ للتمثيل والمسرح، وتدربت فيه بعدها ل3 سنوات حتى عام 2003. تجيد مريم اللغة الألمانية والإنجليزية إضافة الآن للغة التركية. طولها 1.73 متر، وأبرز هواياتها لعب كرة السلة والسباحة ورياضات الفروسية إضافة أيضا لكتابة الشعر. ظهرت لأول مرة على التلفاز الألماني في حلقة واحدة من مسلسل طريقي إلى ألمانيا سنة 2008، وطيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 11 ظهرت في 5 مسلسلات تلفزيونية ألمانية، وكان الظهور فيها دائما لحلقة واحدة، وأيضا في 2 فيلمين تلفزيونيين في ألمانيا. وهذه الأعمال هي فيلم عطلة نهاية أسبوع مجنونة 2009، وفيلم السينما فوق الجليد 2009، مسلسل كلنا نحب كرة القدم 2010، مسلسل نقطة نداء الطوارئ 2011، مسلسل النائب العام 2011، ومسلسل قضية لسنتين 2011، لتحصل بعدها على اتصال من شركة تايمز التركية بعرض لدور هويام في مسلسل حريم السلطان لتقبل ذلك وتجسد الشخصية لمدة 3 مواسم من 2011 إلى 13، وتنسحب بعدها حين قالت أنها مصابة بمتلازمة الإرهاق والاكتئاب وعادت إلى ألمانيا. يذكر أنها في تلك الفترة كانت أيضا حامل من خطيبها السابق كات أتيس، الذي انفصل عنها قبل ولادة ابنتها
حياتها الذي كان في فبراير 2014 في اسطنبول، عادت بعدها بدور ماريا في فيلم جرح أمي 2016، ثم دور سيلين في مسلسل ملكة الليل 2016، دور سوزي في مسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم لموسم 2017، دور جوزي في فيلم جنكيز رجائي 2017، ودور سارة في فيلم الطرف الآخر 2017، وحصلت عن أدوارها على عدة جوائز نذكر منها جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة 2012، جائزة نجوم آياكلي كأفضل ممثلة 2011، جائزة جولدن باترفلاي كأفضل ممثلة 2012، جائزة جامعة غالاتا سراي كأفضل ممثلة 2012، جائزة كريستال موس كأفضل ممثلة 2013. ولدت بيرجي في 19 حزيران سنة 84 بمدينة اسطنبول. اسم والدها ساركان وأمها ياسمين إرجون. أكملت تعليمها الثانوي في مدرسة بيرا الخاصة للفنون الجميلة، ثم سنة 2003 التحقت بكلية النقد المسرحي والدراماستورجيا في جامعة اسطنبول. بعدها انتقلت لجامعة عليش ولتتخرج بعدها سنة 2007 من المعهد العالي للموسيقى، وكانت قد شاركت بمسابقة ملكة جمال تركيا سنة 2004 وحصلت على المرتبة الثالثة. بعدها ذهبت لتشارك في مسابقة الجمال في أوروبا وخرجت في المرحلة النصف النهائية. قامت بيرجي أيضا بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية، منها ليلة الرياضة من 2004 إلى 2006 ودنيا السينما عام 2009. كما قامت بالعديد من الإعلانات التجارية لعدة شركات، وأبرز هواياتها ممارسة الباليه ورياضة كمال الأجسام والموسيقى. طولها 1.73 متر، وتزوجت سنة 2011 من الممثل مراد أنالمش ليتطلقا بعد سنة واحدة، وتزوجت أيضا من الممثل سارب ليفاندوغلو سنة 2014 وتطلقا سنة 2017. وأول عمل فني شاركت فيه هو مسلسل لأجلك سنة 2007، ولتشارك بعدها في إجمالي 15 عملا فنيا، وهي دور سيفين بفيلم الدرس الأخير 2007، دور لميا بفيلم قدر 2007، ضيفة شرف بمسلسل عاصي 2008، فيلم أحبكم 2009، فيلم النفس 2009، مسلسل حب في مهب الريح 2010-11، فيلم عصر العودة 2013، مسلسل الأغا الصغير 2014، مسلسل لا تدعها تنتهي 2014، مسلسل متزوجات وغاضبات 2015، فيلم أرمان للمجنون 2016، مسلسل الحياة جميلة أحيانا 2016، مسلسل حب أبيض وأسود 2017، والآن تبدع بمسلسل لا تبكي يا أمي 2018. وفازت بيرجي بعدة جوائز، أهمها جائزة أفضل ممثلة في مسابقة جولدن أوبجكت سنة 2016. ولدت بورشين في 9 آذار سنة 1980 باسطنبول، ونشأت في أسرة تعمل في السينما متكونة من 3 إخوة، فبدأت حياتها المهنية وهي طفلة في سن مبكرة جدا. تلقت تدريبا خاصا في مركز مجدة جيزين للفنون وهي في سن 6 فقط، فكانت أول تجربة لها في فيلم الصور المتحركة بعنوان المواطن العاري سنة 1985، فظهرت في العديد من المشاريع التلفزيونية والسينما حتى عام 1992، حيث استقرت على مسلسلين فقط، وهما مسلسل زعماء القرية من 92 إلى 2002، ومسلسل زهرة السيارة من عام 1995 إلى 2003، طولها 1.60 متر، وديانتها هي الإسلام. تزوجت سنة 2008 من الممثل مراد يلدريم، وتطلقا سنة 2014. والآن لمحة عن أبرز المسلسلات في مسيرتها: دور بينار في مسلسل قصة الشتاء 2002، دور أميد في مسلسل عليا 2004، دور ديميد في مسلسل إذا كنت ترغب النساء 2004-6، دور سيرين في مسلسل جزيرة الملائكة 2004، دور زينب في مسلسل العاصفة 2006-7، دور لاتشين في مسلسل خارج الدائرة 2007، دور زيليس في مسلسل أين أنت أيها العشق
2009 دور أزاد في مسلسل إيزيل 2010-11، دور دينيس في مسلسل الرحمة 2013-14، دور عيشة جول في مسلسل بويراس كرايل 2015-17، وانضمت الآن إلى كاست مسلسل الحامل نتفليكس في موسمه الثاني. وأبرز أفلامها السينمائية فيلم لا يسمع المدير 1985، فيلم البنفسجي الأزرق 87، فيلم فضيلة 90، فيلم طاولة القتل 96، وفيلم جاءت عمتي 2014، وفازت بعدد كبير من الجوائز، نذكر منها أفضل ممثلة في حفل الفراشة الذهبية 2016، أفضل ممثلة من جامعة جالاتا سراي 2017، أفضل ممثلة في مهرجان جولدن لينليز الذهبية 2016، أفضل ممثلة من جامعة هاليك 2015، أفضل ممثلة من حفل سان باسي ميديا 2016، وأفضل ممثلة من جامعة أليش 2015. وظهرت في عدد كبير من الإعلانات منذ سنة 2013، وأفضل أصدقائها الممثلة سينام كوبال وجون سوديري. ولد جانسو في 14 أكتوبر عام 1980 بأنقرة، وهي بالأصل من عائلة مهاجرة من اليونان. أكملت دراستها الثانوية بإزمير، والتحقت بعدها بكلية الآثار بجامعة اسطنبول. طولها 1.80 متر وديانتها الإسلام، وأبرز هواياتها التقاط صور والرسم. جانسو ديري هي ممثلة سينمائية وعارضة أزياء دخلت هذا المجال عندما اختيرت كوصيفة ثانية بمسابقة ملكة جمال تركيا سنة 2000، والتي بسببها تأهلت لتمثيل تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون من نفس العام، ولكن تم منعها من المشاركة من قبل الحكومة التركية بسبب عقد المسابقة في الجزء اليوناني من نيقوسيا. وبعدها شاركت في العديد من عروض الأزياء لأكبر المصممين في تركيا، وبسبب شهرتها في مجال الأزياء شاركت في العديد من الدعايات التجارية، وشاركت لمدة سنتين في العديد من العروض الكبرى في باريس. فطيلة 3 سنوات من 2000-2003 لم تكتفي بإنجاز ما ذكر سابقا، بل دخلت عالم التلفاز سنة 2000 واستهلت أول تجربة تقديم لها ببرنامج الأطفال والموسيقى على قناة دي، وقدمت مسابقة نجوم تركيا سنة 2004، وأيضا برنامج الموضة أسلوب حياة سنة 2005. وبعد نجاحها في عالم الأزياء خطت أول خطوة نحو التمثيل بدور نازان بمسلسل قصر في المدينة، لتشارك بعدها في 17 عملا فنيا، وأبرزها مسلسل الطوق الأوروبي 2004 دور إيرماك بالموسم الثاني، لمسلسل الشفق 2005 شاركت بفيلم الرعب بيت الكوابيس 2006، فيلم العثماني الأخير 2007، بطولة مسلسل سيلا 2006-2008، تأدية صوت إليكس وماندي بفيلم الجاسوسات 2009، فيلم العشق المر 2009، إيشان بمسلسل إيزيل 2009-11، دور سونغول بفيلم بهزات دفنتك في قلبي 2011، فيلم بخط اليد 2012، دور فيروز بمسلسل حريم السلطان سنة 2012، مسلسل أمي 2016-17، ومسلسل النيت الشخصية سنة 2018. وأبرز الجوائز التي تحصلت عليها: جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة 2010، جائزة الفراشة الذهبية بعنوان جوائز المعجزة التي قدمت للممثلين الذين ساهموا في نشر المسلسلات التركية إلى الخارج، وهذا سنة 2017، جائزة أفضل ممثلة لجوائز كي تي تي الإعلامية 2017، جائزة امرأة العام لجوائز جي كيو 2018، وأيضا فازت بالعديد من جوائز الجامعات والمهرجانات عن مختلف أدوارها. وكمعلومة أخيرة، كانت مخطوبة للمغني الشهير جيمي الماس سنتي 2006-2007. ولدت سيريناي في 1 يوليو سنة 1991 في أنطاليا، وهي ابنة سيهان ومصطفى. تطلق والدها وهي بعمر 7 سنوات، فانتقلت للعيش مع والدتها في اسطنبول. وبعد تخرجها من مدرسة صالح كونك الثانوية قررت عدم دخول التعليم الجامعي، والتحقت بقسم مسرح أتاشهر للفنون الجميلة بهدف تحقيق حلمها في أن تصبح عارضة أزياء. ومثلت بعدها تركيا في مسابقة جميلات المراهقين، المسابقة التي نظمت في جمهورية التشيك، واحتلت فيها سيريناي المرتبة الرابعة على الصعيد الأوروبي.
كما حصلت على جائزة لجنة التحكيم فيها وعمرها فقط 16 سنة. فتعلمت أيضا سيريناي في تلك الفترة الرقص اللاتيني، ومارست أيضا رياضتي كرة الطائرة وكرة السلة. طولها 1.75 متر، وأبرز هواية لها هي الغناء. ثم بفضل المنتج والكاتب سينان جيتين، حصلت سيريناي على أول دور تمثيلي لها في الفيلم السينمائي المرتبك بدور بسيط عام 2006، وأيضا على دور أصلي في فيلم على الشاطئ سنة 2008، وشاركت في إجمالي 11 عملا فنيا، وهي دور صوفيا في مسلسل الأضنة 2008-2009، دور يشيم في 5 حلقات من مسلسل حب في مهب الريح 2010، دور يشيم في مسلسل عهد الزهر المعروف بمسلسل ليلى 2010، دور ميليس في فيلم بهزات أنقرة تحترق 2013، دور ميرا بمسلسل المد والجزر 2013-15، دور تشيتشيك في الفيلم السينمائي نيابة عنا 2016، دور دورو في مسلسل في 2017-18، وآخر أعمالها إلى الآن دور أليس في المسرحية الغنائية موسيقى أليس 2019. تعتبر سيريناي الوجه الإعلاني لماركة ماوي للجينز، وشاركت في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2010 وحصلت على المرتبة الثانية فيها. كما تعتبر سيريناي ثاني أكثر ممثلة تركية فوزا بالجوائز داخل تركيا، وأبرزها جائزة الفراشة الذهبية لمرتين متتاليتين عام 2014-15 عن دورها في مسلسل مد وجزر، جائزة أفضل ممثلة للجوائز النجمة الذهبية 2015، جائزة جي كيو كامرأة العام 2015، 5 جوائز من صحيفة أياكلي كأفضل ممثلة، جائزة كاياهان للإعلام والفنون 2016، جائزة يتيو كنجمة العام 2017، وجائزة إيجي كأفضل ممثلة لجوائز الدورة الرابعة، وجائزة ميرسين الذهبية للأفلام عام 2016. ولدت نسليهان في 20 أغسطس سنة 92 بمدينة اسطنبول. أمها من أصل بيلاروسي ووالدها من أصل شركسي، وهم من العوائل التي هاجرت إلى الأراضي العثمانية بعد الحرب التوسعية التي شنتها الإمبراطورية الروسية آنذاك. نسليهان لديها شقيق اسمه إلكاي، طولها 1.69 متر، وديانتها الإسلام. أبرز هواياتها لعب كرة الطائرة والسباحة والمطالعة وركوب الخيل، وأكملت قبل مدة وجيزة تعليمها بجامعة يديتيب قسم المسرح. الممثلة الجميلة التي كانت تحلم بأن تصبح ممثلة منذ كان عمرها 8 سنوات، بدأت خطوتها الأولى لتحقيق ذلك بتسجيلها بوكالة إيريبيرك عندما كان عمرها 13 سنة، وبعد 2 شهر من التحاقها بالوكالة ظهرت بأول إعلان تجاري. ثم بمزيد من التدريب الفني استطاعت المشاركة بأول عمل تمثيلي لها بدور بهار في فيلم الحب الأول سنة 2006، ولتشارك بعدها في إجمالي 10 أعمال فنية، وهي دور دينيز بمسلسل الأوراق المتساقطة 2008-2009، دور ميليسا بمسلسل قلب اختارك أنت 2011، دور بينار بمسلسل أبي العزيز روحي 2011، شاركت في 1 حلقة بمسلسل الحياة تستمر 2011، دور زهرة بفيلم العراف 2012، دور ناريمان بمسلسل فاتح حربية 2013، دور إليف بفيلم ما تبقى منك لي 2015، دور نيهان بمسلسل حب أعمى 2015-17، ودور بيلجي بمسلسل الذي عرض على النت القاع 2018. نسليهان أتاغول واحدة من أفضل الممثلات التي تملكها تركيا، ولديها العديد من العقود مع علامات تجارية مشهورة جدا، وأهمها العلامة الدولية بانتين. وتزوجت نسليهان سنة 2016 من الممثل قدير دوغلو، ويذكر أن والدها توفي منذ حوالي 3 سنوات بوعكة صحية. وفي الأخير أهم الجوائز التي حصلت عليها جائزة جولدن بول السينمائية كأفضل ممثلة صاعدة سنة 2007 عن دورها بفيلم الحب الأول، جائزة أفضل ممثلة من مهرجان موسكو السينمائي عن دورها بفيلم العراف 2012، وأيضا عن نفس الدور فازت بجائزة مهرجان ألتينكوزا السينمائية، وأيضا جائزة أفضل ممثلة من جمعية كتاب السينما 2013.
جائزة الساحرة الشابة بمهرجان أنقرة الدولي للمرأة 2013، جائزة أفضل ممثلة من جمعية النقاد التركية عن دورها بمسلسل حب أعمى 2016. ولدت بيرجوزار في 27 أغسطس سنة 82 في إسطنبول، وهي ابنة المخرج والممثل تانغو كوريل والممثلة هوليا داركان. لديها شقيقة واحدة تكبرها سنا اسمها زينب وتعيش في أمريكا. درست بيرجوزار مرحلتها الابتدائية في مدرسة نيلوفير خاتون وتعليمها الثانوي في كلية يلدز. بعدها تخرجت من قسم المسرح الموسيقي في جامعة معمار سنان. وقبل أن تبدأ مشوارها الفني لعبت كرة الطائرة في عدة أندية محترفة. إضافة لذلك مارست أيضا لفترة وجيزة رياضتي التزحلق على الجليد وركوب الأمواج. وسنة 2004 تدربت بيرجوزار على يد العملاقة المسرحية سوزان باستون التي دربت نيكول كيدمان وتوم هانكس وعدة أسماء أخرى. تدربت أيضا بيرجوزار في تلك الفترة على الرقص والعزف على البيانو، كما لديها صوت جميل في الغناء. وتزوجت عام 2009 من الممثل العملاق خالد إرجنج، ولديها معه ابن واحد اسمه علي. طولها 1.80 متر وديانتها الإسلام. أول دور خاضته بيرجوزار كان سنة 98 في الفيلم السينمائي الحياة المكسورة، لتشارك بعدها في إجمالي 11 عملا فنيا إلى الآن، وهي دور إقليم في المسلسل القصير غصن الزيتون 2005، دور ليلى في فيلم وادي الذئاب العراق 2006، دور شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة ويبقى الحب من 2006 إلى 2009، دور جوزدة في فيلم الحب لا يقول أنا قادم المعروف بلعبة القدر 2009، دور فراي في مسلسل الأغنية التي لا تنتهي 2010، دور فريدة في مسلسل القبضاي من 2013 إلى 2015، دور عزيزة في مسلسل أنت وطني من 2016 إلى 2018، وآخر دور أدته إلى الآن دور دينيز في فيلم حب واحد وحياتان 2019. وفازت خلالها على كثير من الجوائز، نذكر منها جائزتين للفراشة الذهبية كأفضل ممثلة عام 2007 وعام 2013، جائزة نجمة التلفزيون لأرتي جيدي عام 2007، جائزة أصلان ماكس عن أدائها ببرنامج أطفال عام 2012، جائزة آياكلي كأفضل ممثلة عام 2012. وكمعلومات أخيرة، توفي والد بيرجوزار عام 2005 بعد مرض السرطان، وشاركت في حوالي 5 مسرحيات، نشطت برنامجين للأطفال، كما شاركت مرتين كعضو تحكيم في مهرجان أنطاليا الذهبي، وتملك بيرجوزار مقهى في جهانجير. الاسم الكامل خديجة بابويوكستون. ولدت في 5 يوليو عام 82 بمدينة اسطنبول. بعد أن أكملت تعليمها الثانوي في مدارس اسطنبول الخاصة، دخلت قسم تصميم المسرح وتصميم الأزياء في كلية الفنون الجميلة معمار سنان. بينما واصلت تعليمها الجامعي، لعبت أيضا أدوارا في بضع إعلانات تجارية. وبعد تخرجها سنة 2004 بدأت حياتها المهنية عند تعرفها على المخرج تورميز كريتلي أوغلو، حيث لعبت دورا في الحلقات الأربع الأخيرة من مسلسل سلطان مقامي. صرحت توبا أنها لم تحلم أبدا أن تصبح ممثلة، بل كان هدفها أن تكون طبيبة أو مهندسة مثل والدها. تزوجت توبا مرتان، الأولى من الممثل بولانت إينال سنة 2005 وتطلقا في 2007، ثم تزوجت ثانية من الممثل أونور سايلاك سنة 2011 ورزقا بتوأمان هن توبراك ومايا، وتطلقا سنة 2017. وهي الآن على علاقة مع رجل الأعمال أوموت إيفرغين. تعتبر توبا من سفراء اليونيسيف لحماية حقوق الطفل. العطر المفضل لتوبا هو نارسيسيو رودريغيز، وأغنيتها المفضلة أغنية فرانك سيناترا I've Got You. طولها 1.73 متر وديانتها الإسلام، وشاركت إلى الآن في إجمالي 19 عملا فنيا نذكر لكم منها: دور ظريفة بمسلسل إكليل الورد 2004، دور آيسوم بفيلم الأب والابن 2005، دور فيليز بمسلسل سنوات الضياع 2005-6، دور زينب بفيلم الامتحان سرقة المدرسة 2006 بجانب الممثل العالمي جين كلود فان دام،
دور آسيا عاصي بمسلسل عاصي 2007 إلى 9 دور حسرة بمسلسل بائعة الورد 2010 دور مالك بمسلسل 20 دقيقة 2013 دور إليف بمسلسل عشق المال الأسود 2014-15 دور زينب بفيلم الغابة 2015 دور هيلين بفيلم فستان ضيق 2016 دور سوهان بمسلسل جسور والجميلة 2017 وتستعد الآن للعودة قريبا بمسلسل النهضة العثمانية بدور مارا هاتون. وأبرز الجوائز التي تحصلت عليها في مسيرتها: أفضل ممثلة لمهرجان بارا الدولي 2005، جائزة الإيمي الدولية كأفضل ممثلة عن دورها بمسلسل 20 دقيقة، وهي التركية الوحيدة المتحصلة على هذه الجائزة إلى الآن. أفضل ممثلة من حفل توزيع جوائز غوبسي تشاكا 2015، جائزة الإنجاز لجامعة مرمرة، وجائزة شباب تركيا، والعديد من الجوائز لجامعات وغيرها. ولدت بيرين في 26 فبراير سنة 1984 بأنقرة. هي ابنة حسين أفني، وأمها اسمها آيلا، ولها شقيق يكبرها بخمس سنوات اسمه جيم سات. طولها 1.67 متر وديانتها الإسلامية. درست بيرين بشكل وجيز في جامعة باسكنت قسم علوم إدارة الأعمال، وهي تجيد تكلم اللغة الإسبانية والإنجليزية بطلاقة. أفضل هواياتها هي السباحة والرسم. وعرفت بيرين بصوتها الجميل، ما جعل لها العديد من أفلام الأنيميشن التي كانت تؤدي فيها صوت شخصيات باربي ومريدة وغيرها. تزوجت بيرين من المطرب التركي كينان دوغلو سنة 2014، وكانت أولى خطواتها لدخولها مجال التمثيل بدعم من أصدقائها في الجامعة، فتقدمت إلى مسابقة التمثيل في تركيا التي تحمل عنوان نجوم تركيا، فأصبحت الوصيفة الأولى في المسابقة. بعد ذلك بدأت بالظهور في الإعلانات التلفزيونية، ثم تم اكتشافها من طرف المخرجة الشهيرة ميريس جريتلي أوغلو، وظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل يوجد الموت في حبنا سنة 2004 بدور نيرمين. وشاركت بيرين أيضا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وأبرزها مسلسل الحب في المنفى موسمي 2004-2006، مسلسل تذكر يا عزيزي سنة 2006، مسلسل العشق الممنوع موسمي 2008-2010، فيلم آلام الخريف سنة 2009، وفيلم أجنحة الليل 2009 أيضا، فيلم حكاية لعبة سنة 2010، مسلسل ما ذنب فاطمة موسمي 2010-2012، فيلم موسم وحيد القرن سنة 2012، فيلم عالمي الخاص 2013، مسلسل انتقام سنة 2013، مسلسل السلطانة كوسيم 2015، وفيلم بين الحب والانتقام 2015. وحصلت بيرين على العديد من الجوائز خلال مسيرتها، فأول جائزة لها عن دور ياسمين في مسلسل تذكر يا عزيزي كأفضل ممثلة في جوائز آلتان لالي للفنون الجميلة. وأبرز جوائزها أيضا جائزة الفراشة الذهبية مرتين متتاليتين كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل العشق الممنوع، جائزة أفضل ممثلة من جامعة يالديز التقنية سنة 2009، جائزة أفضل ممثلة من أنطاليا للتلفزيون سنة 2010، جائزة صحيفة آياكلي سنة 2010، جائزة إيلي ستايل 2010 أيضا. وحصلت على عدد كبير من الجوائز فاق 45 جائزة.